بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال النووي رحمه الله: باب قضية هند. أي هند؟ هند بنت عتبة ابن ربيعة، زوجة أبي سفيان رضي الله عنها. وهذه المرأة كانت كافرة معادية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم من الله عليها بالإسلام، عليها وعلى زوجها، وزوجها أبو سفيان، وهو صخر ابن حرب ابن أمية. وهذا البيت بيت عريق في النسب. هل في نسخة تبويب غير هذا التبويب؟ باب جواز أخذ الإنسان حقه ممن منعه إياه بغير إذنه. هل يوجد هذا في بعض النسخ؟ نعم، هنا ذكره في الحاشية. نريد أن نتعرف على هذه الصحابية رضي الله عنها من الإصابة، وهي والدة معاوية. يعني في الحاشية، عندي في الحاشية: باب جواز أخذ الإنسان حقه ممن منعه إياه بغير إذنه. وهذه ستأتي معنا، وهي مسألة الظفر. أهل العلم يسمون هذه المسألة بمسألة الظفر. عن بسة ابن أبي سفيان: أهو ولدها أم لا؟ لا، ليس ولدا لها، هو ولد زوجها، فأمه أخرى. هذه الصحابية، قال الحافظ: هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، إذن هي عبشمية، ابن عبد مناف القرشية العبشمية. العبشمية نسبة إلى أبو محمد، إلى بني عبد الشمس، وأهل اللغة يسمون هذا النحت، أي أنهم يختصرون الكلمات إلى كلمة واحدة. قال: والدة معاوية بن أبي سفيان أخبارها قبل الإسلام مشهورة، وشهدت أحدا. سبحان الله. وفعلت ما فعلت بحمزة. ماذا فعلت؟ أنها بقرت بطنه وأخرجت، يعني أخرجت الكبد ولاكتها، أعوذ بالله، لكن لم تستسغ ذلك، ثم ألقتها من فمها. وكان الذي قتل حمزة هو من؟ وحشي ابن حرب. أيوة، هذا مشهور في السير، هذا مشهور في السير، لكن من حيث السند أظن في سندها ابن إسحاق، في سندها ابن إسحاق، لو يراجع من في سندها، لكن هذا مشهور، ترى هنا وفي تاريخ كثير في السير.
قال ثم كانت تؤلب على المسلمين إلى أن جاء الله بالفتح فأسلم زوجها، ثم أسلمت هي يوم الفتح، وقصتها في قولها عند بيعة النساء: ألا يسرقن ولا يزنين. فقالت: وهل تزني الحرة؟ أيضا هذا فيها كلام، وهل تزني الحرة فيها كلام. ومرت معنا في تفسير ابن كثير، ويراجع من في سندها، في تفسير سورة الممتحنة: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. قال رحمه الله: فقالت وهل تزني الحرة، وعند قولها ولا يقتلن أولادهن قد ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. مشهورة، يعني مشهورة، والشهرة لا يلزم منها الصحة، فقد يكون الحديث مشهورا وربما ليس له أصل. ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران، ففي رواية الشعبي: ولا تزنين. قالت هند: وهل تزني الحرة. ولا تقتلن أولادكن، قالت: أنت قتلتهم، وفي رواية النحو. لكن قالت: وهل تركت، أو وهل تركت لنا ولدا يوم بدر. وسؤالها عن أخذها من مال زوجها بغير إذنه ما يكفيها، الحديث الذي سيأتي معنا اليوم. وهل عليها فيه من حرج، مخرج في الصحيحين، وفيه: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك، وهو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وشذ عبد الله بن محمد بن عروة فقال عن هشام عن أبيه عن هند. أخرجه ابن مندى، وأوله قالت هند: إني أريد أن أبايع محمدا. قال: قد رأيتك تكفرين. قالت: إني والله ما رأيت الله تعالى عبد حق عبادتي في هذا المسجد قبل الليلة، والله إن باتوا إلا مصلين قياما وركوعا وسجودا. قال: فإنك قد فعلت ما فعلت، فاذهبي برجل من قومك معك. فذهبت إلى عثمان، فذهب معها فاستأذن لها، فدخلت وهي متنقبة، فذكر قصة البيعة وفيه ما قدمته وفيه. فقالت: إن أبا سفيان رجل بخيل لا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه من غير علمه. الحديث، وفيه عن مرسل الشعبي وساق رحمه الله. ثم قال: قال أبو عمر، يعني ابن عبد البر في الاستيعاب: ماتت في خلافة عمر بعد أبي بكر بقليل في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة. قال: كذا قال. وقد ذكر صاحب الأمثال ما يدل على أنها بقيت إلى خلافة عثمان بل بعد ذلك، لأن أبا سفيان مات في خلافة عثمان بلا خلاف، وقال هذا قال رجل لمعاوية: زوجني هند، يعني ممنوع من الصرف على مية والتأنيث، ومنهم من صرفها ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، وابن مالك يرجع عدم الصرف. قال: إنها قعدت عن الولد ولا حاجة بها إلى الزواج. قال: فولني ناحية كذا. فأنشد معاوية: طلب الأبيض العقوق، فلما أعجزته أراد بيض الأنوق، الأنوق الرخمة. قال: يعني أنه طلب ما لا يصل إليه،
فلما عجز عنه طلب أبعد منه وساق. إذن هي صحابية رضي الله عنها. هنا الحديث الذي فيه وهل تزني الحرة ساقه الحافظ ابن كثير من طريق العوفي، ففي سنده عطية العوفي. وهل تزني امرأة حرة؟ قال لا والله ما تزني الحرة. قال ولا يقتلن أولادهن؟ قالت هند أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر. ثم قال وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة والله أعلم، فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيفهما، بل أظهر الصفا والود له، وكذلك كان الأمر من جانبه عليه الصلاة والسلام. إذن في سنده عطية العوفي على ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني علي بن حجر السعدي المروزي أبو الحسن الثقة الحافظ، قال حدثنا علي بن مسهر القرشي الكوفي وهو قاضي الموصل ثقة، قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. الحديث متفق عليه. قال وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب محمد بن العلاء كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزغري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهري والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حرج عليك أن تنفق عليهم بالمعروف. قال وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا ابن أخي الزهري وهو من؟ وهو محمد ابن عبد الله ابن مسلم عن عمه وهو محمد ابن مسلم قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك،
وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: لا، إلا بالمعروف. في قوله: وأيضا، أي وستزيدين من ذلك، ويتمكن الإيمان من قلبك ويزيد حبك لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه فوائد جمة وكثيرة. طيب، هذا الحديث النووي رحمه الله جاء بجملة من الفوائد نقرأها. قال النووي: باب قضية هند. قولها: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الأولاد، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. في هذا الحديث فوائد، منها وجوب نفقة الزوجة. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته لهذا الحديث. ورب العالمين قال في كتابه الكريم: لينفق ذو سعة من سعته، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والأدلة التي وردت. فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته على حسب استطاعته وعلى حسب القدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن تطعمها مما تطعم، وأن تلبسها مما تلبس، وأن تسكنها فيما تسكن. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قال: ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. هل يتصور أن ولدا صغيرا غنيا؟ هل يتصور ذلك؟ مثلا لو أنه ورث من أمه أموالا طائلة، هنا صار غنيا. وهكذا لو أهدي له أو وهبت له أموال، فنفقة الأولاد تجب على أبيهم. الواجب على الأب أن ينفق على الزوجة وعلى الأولاد. قال: ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، بما يكفي، الذي يكفي تقدر النفقة، ونفقة الأغنياء ليست كنفقة الفقراء، ونفقة الوسط ليست كالأغنياء والفقراء، والنفقة في المدينة ليست كالنفقة في القرية، وهكذا. إذن النفقة ما هو مقدارها؟ مقدارها الكفاية. بعضهم يقول يعني 3 أمداد، يعني مد للصبوح ومد للغداء ومد للعشاء. لا، هذا غير صحيح، وإنما بالكفاية. الآن مثلا في المدن الغاز يشترى، في القرى الحطب موجود، أيضا الماء هنا يشترى، في القرى ما يشترى، وأشياء كثيرة. يعني هناك ربما الذي عنده ماشية من البقر والمعز ربما يكتفي باللبن والسمن والحليب والحمد لله، بخلاف السكنى في المدن فالنفقة تختلف عن ذلك. لا، لو قلت مثلها في بعض القرى
يعني ممكن، ولا شك هناك جوانب، هناك جوانب أحيانا ربما لبعد المسافة وصعوبة المواصلات ممكن، لكن أيضا هناك جوانب أخرى. قال: ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف، وهذا الحديث يرد على أصحابنا. المسألة تعود إلى العرف، العرف النبي قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وكذا ما في معناه. ينتبه، بعض النساء قد تتهم زوجها بالبخل، وليس ببخيل، لكن كيف تسوغ لنفسها أن تأخذ من ماله؟ هذا حرام ولا يجوز لها، حرام ولا يجوز لها. مثلا يعطيها المصاريف، أو يفتح لها مثلا حسابا في دكان يذهب ولدها أو ما أشبه ذلك، وتقول: ما يكفيني. طيب ماذا تريد بعد هذا؟ ويعني حاجتها مكفية، لكن هي تريد أن تتأول لنفسها. وإذا دخل التأويل في الناس أفسدهم، سواء الزوجات أو العمال أو ما أشبه ذلك، هو يتأول لنفسه ويحاول أنه يستمرئ ويستصيغ هذا الحرام، لكن بوجه ما وهو في نفسه غير مقتنع. فالمرأة مثلا إذا أعطاها زوجها وأخذت من ماله، فالأخذ من ماله حرام عليها، لا يجوز لها، وإن أخذت فهو حرام عليها. لا يجوز لها أن تأخذ من مخبئه، ولا من صندوقه، ولا من متجره، إلا إذا كان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي أولادها، عند ذلك تأخذ على قدر الحاجة. مثلا هي تحتاج في اليوم إلى كيلو طماط، كيلو بطاط، علبة زبادي، نصف حبة دجاج، هذا يكفي، هذا يكفي. قدرها ربما يعني تقدر بألفي ريال مثلا، فهل لها أن تأخذ أكثر من ذلك؟ لا، ليس لها ذلك، ليس لها ذلك. وهل تأخذ من الصندوق أو تأخذ من جيبه مخبئه؟ نعم، تأخذ من الأيسر، هكذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى، أنها تأخذ من الأيسر عليها. ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما لو أنها تقول: لا، ما يعطيني حليا ولا ذهبا، هذا لا، لا يجوز لها ذلك. والنساء ضعيفات، ربما لو خرجت موضة أو اشترت موضة في الصباح وجاءت موضة في المساء غيرت، وتريد الذي جاء في المساء. ولا شك أن هناك عاقلات وفاضلات، نعم، يعرفن ويتصرفن كما ينبغي بالمعروف، المعروف ما تعارف عليه الناس بالمعروف. ولهذا يقولون العادة محكمة ويعاد إلى العرف، إلا إذا عارض العرف الشرع، فالشرع مقدم، الشرع مقدم على العرف. سيأتي يذكرها النووي، أظن سيذكرها النووي. نعم، يعني الغيبة إذا كانت من باب التظلم والاستفتاء والتحذير والتعريف، ويعني ستة الأشياء التي ذكرها أهل العلم، هذه ليست من الغيبة. قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وكذا ما في معناه، لكن بشرطين. الأول أن تنتفي الخلوة، لا يختل القاضي
بالمرأة، الثاني أن تؤمن الفتنة، فإذا حصلت الخلوة ولم تؤمن الفتنة فلا يجوز له أن يسمع صوتها ولا أن يقابلها. أحيانا بعض المباحات قد تحرم، مباح لكن يحرم بسبب من الأسباب، أو يجب أو يستحب. مثلا البيع مباح، متى يحرم؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. طيب عندنا أيضا المباح قد يجب إذا حضرت الصلاة وليس على طهارة ولا يتطهر إلا بماء مشترى، يجب عليه أن يشتري. وهكذا لو أنه أكل ثوما من أجل هذا مكروه، لكن لو أكل ثوما من أجل أن يتخلف عن الجماعة هذا حرام. فأحيانا المباح قد ينتقل إما إلى الحرمة أو الوجوب أو الاستحباب، أو يبقى على ما هو عليه. فلا يقول أن قائل نعم يسمع صوت المرأة وهو يخاف على نفسه وربما أيضا يختلي بها، هذا حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. قال: جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم، وكذا ما في معناه. أيضا المرأة لا يجوز لها أن تخضع بالقول. قال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهكذا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تتكلم ليس بليونة وميوعة وترقيق للصوت وخضوع فيه، لا، تتكلم بطبيعتها. قال: ومنها جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما. وهذا من الأمور التي تجوز فيها الغيبة، والأصل في الغيبة الحرام، وإنما يترخص في مواطن جاء الشرع بالترخص بها. وكما قال بعضهم: الذم ليس بغيبة في ستة، هكذا، نعم، متظلم ومحذر ومعرف ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. والشوكاني رحمه الله له تعقبات في رسالة سماها رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، ذكرها النووي، نقرأها سريعا إن شاء الله. قال: ومنها أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهذا مذهبنا، ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك. هذه المسألة أهل العلم يسمونها بمسألة الظفر. قالوا: إذا ظفرت بعين مالك خذه. أخذ عليك ظالم سيارة، أو أخذ عليك أداة أو متاع، وجدته بعينه خذه. لكن لو أخذه وأنت ظفرت بماله، فهل لك أن تأخذ بقدر مالك؟ الناس لا يتورعون إلا من رحم الله. لو أنه أخذ عليه سلعة بعشرة آلاف، ربما أخذ عليه سلعة بكم؟ بمئة ألف. مالك؟ قال الباد أظلم. قال الله: وإذا بطشتم، يفهم الآية على غير المراد، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، نعوذ بالله من ذلك. لا، من أهل العلم رحمهم الله من منع،
واستدل بقوله أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لكن هذه المسألة وهي مسألة الظفر، نعم كما سمعنا، إذا وجد ماله بعينه له أن يأخذه، وإذا وجد مال الآخذ ولم يجد ماله بعينه يقال له لو أخذت واحتطت، مثلا أخذ عليك شيئا، واتق الله وراقب ربك سبحانه وتعالى، ب10,000 قال أنا آخذ بقدر 8,000 وأحتاط في الباقي، هذا لا بأس، وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومن إليه من أهل العلم، لكن بعضهم منع. نريد كلام الصنعاني في السبل رحمه الله عند هذا الحديث في كتاب النفقات. ومنها جواز إطلاق الفتوى، ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي. قال ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا وكذا، بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال ذلك فلا بأس. لكن ينتبه، بعض الناس يأخذ الكلام بعجره وبجره وعلى عواهن كما يقال، فربما أخذ هذه الفتوى، وبعض الناس ربما يأتي يسأل ويأخذ من الجواب ما يهواه، وما لا يهواه أخر. مالك؟ لماذا ما نقلت كما ينبغي؟ قال لا، أنا لو نقلت كما يعني أفتاني فلان أو أفتاني فلان هذا ما في صالحي. لا، اقبل الحق والفتوى، لك أو عليك، لك أو عليك. قال ومنها أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم، هم أولاده، لكن أبو سفيان كان له أولاد من زوجات غير هند، نعم، كعنبسة ابن أبي سفيان وغيره، وبقي يعني لو ينظر إلى يعني أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أهي شقيقة لمعاوية أم لا؟ قال ومنها أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. قال أصحابنا إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه في الأخذ من مال الأب أو الاستقراض أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها، أن تكون أهلا لذلك، أما أن تكون سفيها، والغالب على النساء السفه إلا من رحم الله جل وعلا، ولهذا لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي قول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، النساء والصبيان، فإنهم يعبثون بها ولا يحسنون التصرف. قال رحمه الله وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا، في أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء، والأصح أنه كان إفتاء، ومر معنا الفرق بين القضاء والفتوى، أن القضاء ملزم بخلاف الفتوى فهي غير ملزمة، وذكر هذا ابن القيم في إعلام في بداية إعلام الموقعين. قال والأصح أنه كان إفتاء، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها فيجوز، والثاني كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي والله أعلم. ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع فبالعرف حدودي، الذي لا يحدده الشرع يحدد بالعرف، لأن النبي قال خذي من ماله
بالمعروف، أي ما تعارف الناس عليه. قال الله وعاشروهن بالمعروف، يعني فيما تعارف الناس عليه. ومنها جواز خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به. أما أن تكون نعم دخالة خراجة فهذا من البلايا، والله جل وعلا قال وقرن في بيوتكن، والمرأة بيتها خير لها، خير لها، فعفتها وسلامتها أن تبقى في بيتها، وإذا خرجت فلا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت فلتخرج محتجبة الحجاب الشرعي. قال رحمه الله ومنها جواز، طيب، واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب، منهم من قال فيه ما فيه، فهذه فتوى وليست بقضاء. وفي المسألة خلاف للعلماء، قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين لا يقضى عليه بشيء لأنه لا بد أن يسمع من الخصمين، وقال الشافعي والجمهور يقضى عليه في حقوق الآدميين ولا يقضى في حدود الله تعالى، لكن أظن المحاكم من تأخر فإنهم يعطونه إشعار هكذا، نعم إن لم يأتي فسيحكم كذا ويتم ويكون الأمر كذا، هذا لا بأس به. قال ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة، لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززا، الصواب متعززا يعني بمعنى قل أنا ما أحضر عنده تعزز، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا. قال فلا يكون قضاء على غائب بل هو إفتاء كما سبق والله أعلم. قوله جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، وفي الرواية الأخرى وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. قال في الرواية قال القاضي أرادت بقولها أهل خباء نفسه صلى الله عليه وسلم، فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا له. قال ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته، والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده فمعناه وستزيدين من ذلك، ويتمكن الإيمان من قلبك ويزيد حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقوى رجوعك عن بغضه. وأصل هذه اللفظة آضا، يعني لأنه قال وأيضا آضا يئيض أيضا إذا رجع. قولها في الرواية الأخرى إن أبا سفيان رجل مسيك أي شحيح وبخيل، واختلفوا في ضبطه على وجهين حكاهما القاضي، أحدهما مسيك بفتح الميم وتخفيف السين هكذا مسيك، والثاني بكسر الميم وتشديد السين مسيك، وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين، والأول أصح عند أهل العربية، وهما جميعا للمبالغة والله أعلم. قولها فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها لا إلا بالمعروف، هكذا في جميع النسخ وهو الصحيح، وهو صحيح ومعناه
لا حرج، ثم ابتدأ فقال: إلا بالمعروف، أي لا تنفقي إلا بالمعروف، أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف. طيب، هنا قال رحمه الله تعالى دليل على أنه لا يجازي بالإساءة من أساء، وحمله الجمهور على أنه مستحب لقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، على الجواز. وهذه هي المعروفة بمسألة الظفر، وفيها أقوال للعلماء. هذا القول الأول وهو الأشهر من أقوال الشافعية، وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسه، والثاني يجوز إذا كان من جنس ما أخذه عليه لا من غيره، لظاهر قوله: بمثل ما عوقبتم به، وقوله مثلها، وهو رأي الحنفية. والثالث لا يجوز ذلك إلا بحكم الحاكم، ناس تصير فوضى، يعني بعضهم تكون عنده فوضى. الرابع لابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه، ابن حزم قال واجب أن يأخذ يعني بقدر حقه، ويعني ساق كلاما رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: ولقد حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا سهل بن عاصم قال سمعت الوضاح بن حسان يقول: سمعت ابن السماك يحدث قال: بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك، إذ رمى بشبكة في البحر فخرج فيها جمجمة إنسان، فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي ويقول: عزيز، فلم تترك لعزك، غني فلم تترك لغناك، فقير فلم تترك لفقرك، جواد فلم تترك لجودك، شديد فلم تترك لشدتك، عالم فلم تترك لعلمك. يردد هذا الكلام ويبكي: كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. قال: وأنشدني الكريزي: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، فلا الإقامة تنجي النفس من تلف، ولا الفرار من الأحداث ينجيها، وكل نفس لها زور يصبحها، لها زور يصبحها من المنية يوما أو يمسيها. نعم، بعضهم ربما يعني ينسبها إلى علي، بعضهم إلى زين العابدين، وهنا ذكرها ابن حبان عن الكريزي رحمه الله تعالى. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال سمعت شعيب بن واقد المري قال حدثنا عبد المنعم الرياحي قال فقد مالك بن دينار يوما فقالوا: أين كنت يا أبا يحيى؟ قال: خرجت إلى الأبلة. فقالوا: ما أحسن ما رأيت؟ قال: ما رأيت شيئا أعجبت به إلا أني رأيت امرأة تصلي. فقالوا له: يا أبا يحيى، فما أعجب شيء رأيت؟ قال: رأيت بالبحرين قصرا مشيدا، وإذا على بابه مكتوب: طلبت العيش أسعد ناعميه، وعشت من المعايش والنعيم، فلم ألبث ورب الناس طورا، سلبت من الأقارب والحميم، وأنشدني الأبرش، وللنفوس وإن كانت على وجل، من المنية آمال تقويها، والمرء يبسطها، والدهر يقبضها، والنفس تنشرها، والموت يطويها. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.